كل لعيبه الاتحاد السكندري على الاداء المميز جدا النهارده والتفوق الكبير على النادي الاهلي. بشكرك محمد سمير لاعب الاتحاد، وهروح يعني نشوف مع بعض المؤتمر الصحفي بعد فوز الاتحاد على الاهلي 4-1. وكانوا بيشتغلوا وفكروا في نفسهم وهم في شغلهم، وبالتالي بنلعب فريق كبير يعني فريق احسن فريق في افريقيا والوطن العربي، وحصل على بطوله افريقيا في اخر من ايام، وبطوله الدوري الثمان سنين اللي فاتوا. فبالتالي المباراه اكيد مش سهله لينا، اكيد الظروف اللي موجود عليها نادي الاتحاد كانت صعبه، ولكن النتيجه لا تقلل من نادي كبير زي النادي الاهلي. وارد الخساره، وارد المفاجات، لكن النادي الاهلي كبير والنتيجه تعتبر يعني احنا كنا محتاجينها، وكنا بنلعب في النهايه. طبعا انا بادي مع مجموعه لعيبه من اول ما اشتغلنا مع نادي الاتحاد بيحاولوا ان احنا ننفذ، بنلعب بطريقه وبنلعب بشكل معين، سيستم معين، بنحاول ان احنا نعمل شغلنا، مش المباراه دي بس، بنحاول كل المباريات ان احنا الفريق يبقى ليه شكل معين، ليه تمركز معين في المباراه، بغض النظر عن الاصابات او الايقافات اللي موجوده عندي او السن الصغير اللي موجود من بعض اللاعبين اللي موجودين عندي. بنشتغل كل اللعيبه حافظه النظام السيستم اللي احنا عايزين نشتغل عليه. النادي الاهلي اشتغلنا عليه كويس، فكرنا فيه، اتفرجنا عليهم، لكن في النهايه بعد الفرجه وتعرف الايجابيات والسلبيات، احنا بنحاول ان احنا بقى لينا طريقه معينه وشكل معين، وده اللي اللعيبه عملته النهارده. ويمكن الاداء النهارده ما جاش بالصدفه، يمكن لو رجعنا تاني من اربع ايام من خمس ست ايام كان في ماتش الجيش بنفس الطريقه بنفس السيستم، ولكن انا بقول ان النتيجه كنا محتاجين اي بونت، مكسب او تعادل مع فريق كبير زي النادي الاهلي، ولكن النتيجه لا تقلل من لعيبه النادي الاهلي ولا الجهاز. ولكن انا بشكر لعيبتي وبشكر الجهاز، وبقول مبروك لنادي الاتحاد، جميع نادي الاتحاد، اداره وجهاز ولاعبين وجمهور. فان شاء الله ان احنا المشوار طويل، وبقول للنادي الاهلي هارد لك. في دقيقة هنستمع أيضا لرؤية فنية لمدة دقيقة من النادي الأهلي. تفضل. Bien, lógicamente la primera valoración del partido tiene que ver con el resultado. طبعا اول تقييم للمباراة مرتبط بالنتيجة. Evidentemente es un resultado yo creo que vergonzoso. طبعا يعني هي نتيجة مخزية. Respetando al rival. مع احترام المنافس. Y respetando el trabajo que hayan hecho. واحترام المجهود اللي أدوه. Creo que nosotros somos los responsables de esta derrota. أعتقد إن إحنا سنا المسؤولين عن الهزيمة دي. Creo que todos hemos estado muy lejos de nuestro mejor rendimiento. كلنا كنا بعيدين عن مستوانا. Y creo que no se puede jugar un partido representando al Ahly. وما أعتقدش إن إحنا نقدر نلعب مباراة زي كده بنمثل النادي الأهلي. Con esta actitud. بالتصرف دوا. Ni con tantos errores. ولا بالأخطاء الكثيرة دي. En todas las líneas. في جميع الخطوط. Desde el primer momento del partido. منذ الدقيقة الأولى في المباراة. Cajamos un gol impropio de nuestro equipo. كان دخل فينا جون غير لائق. En el que, bueno, pues realmente hay una falta de aplicación defensiva. كان في عدم تطبيق للنواحي الدفاعية. Un gol desde mi punto de vista demasiado fácil para el rival. واعتقد ان كان جون سهل جدا للمنافس. Y a partir de ahí pues prácticamente en todas las jugadas importantes ha habido errores. ومن بعد ما دخل فينا جون دوا كان في اخطاء كثيرة مهمة.
que nos alejaban cada vez más de ganar el partido. كانت بتبعدنا كل مدى بشكل اكبر عن المباراه. Creo que el segundo gol es otro error en otra jugada que regalamos al contrario. والجون الثاني برضو كان خطا ان احنا اهديناه للمنافس. Y repito que siempre respeto al rival. وبقرر ان بحترم المنافس. Que lógicamente el rival trabaja para hace su trabajo, por supuesto. لأن طبعا المنافس أدى مجهود علشان يلعب المباراة. Dentro de mi análisis, que es el que yo puedo hacer, que es el de mi equipo. ولكن من داخل التحليل الخاص بفريقي. Entiendo que hoy hemos hecho un partido desastroso. أعتقد إن إحنا عملنا مباراة النهاردة يعني ما فيش فيها تنظيم. Muy por debajo de las de lo que estamos obligados a dar. قليل جدا عن المستوى اللي إحنا مطالبين إن إحنا نأديه. Y la verdad es que en estos momentos ante un resultado tan duro والصراحة يعني في التوقيت الحالي ما بين أمام هزيمة يعني مخزية claro que todos hemos estado mal أعتقد كلنا مش مبسوطين y que todos somos responsables de esta derrota وإن كلنا مسؤولين عن الهزيمة دي y que todos debemos yo creo que sentirnos muy dolidos con un partido como el de hoy وأعتقد إن كلنا لازم نشعر بالحزن تجاه مباراة زي بتاعت النهاردة ان شاء الله برضه تنظمنا ثلاث اسئله تريس برونتس الاهلي ثلاث اسئله للتبادل الترناتيف الصف الاول اتفضل مستر جريدو هل ممكن أن توقف الاستقالة للأهلي بعد المتين؟ ¿Piensa dimitir después de este resultado? Bueno, yo creo que siempre lo que se piensa es en trabajar más y en mejorar para que las cosas vayan mejor. Evidentemente es un partido que duele mucho perder, claro. أعتقد إن اللي دايما مطلوب قدام موقف زي كده إن إحنا نزود المجهود وإن إحنا نتحسن من الحاجات الأخطاء اللي إحنا عملنا فيها. En mi mente lo que pasa es trabajar más para mejorar la situación. ولكن اللي بيشغل بالي وفي تفكيري دلوقتي إن هو دايما إن إحنا نشتغل أكتر. Hasta la fecha. لغاية التاريخ دلوقتي. Siento que es el primer partido. أعتقد إن هو ده أول مباراة. En el que tengo esta sensación. اللي أنا جالي الإحساس ده. En el resto de partidos, con errores o aciertos, pero el equipo ha luchado siempre por ganar. Y de hecho, pues hace muy poco, pues venimos de ser campeones de un torneo internacional. احنا كنا ابطال بطوله مهمه y hace también poco venimos de ganar la supercopa وكنا برضو قبلها كنا ابطال سوبر por lo tanto en mi mente lo que hay es trabajar más a partir de mañana para que esto no vuelva a pasar y que veamos un mejor rendimiento del equipo وبالتالي اللي في بالي دلوقتي ان احنا اعتبارا من الغد ان احنا هنشتغل ونحاول ان احنا نحسن من اخطائنا دي مش شايفها اجابه مناسبه؟ كابتن هو اجاب خلاص لا ما فكرش فيها اتفضل يوري نو كونتستادو اتفضل في سؤال نادي الاهلي سيدي ميتي ولا ديميزي؟ هل حضرتك عارف حد في النادي الاهلي sabe la importancia del Ali aquí en el mundo árabe, pues hemos cometido muchos errores, entonces siendo entrenador, entonces qué es lo que ha hecho para corregir eso y el motivo de los cambios. No, y el partido ha sido un partido desastroso, como he dicho. Un partido desastroso, repito que todos desde su responsabilidad. وبكرر مرة تانية كلنا مسؤولين. Todos somos responsables. كلنا مسؤولين عن الهزيمة دي. Cuando hace poco ganamos la Supercopa todos éramos muy felices. لأن من فترة قليلة كنا كسبنا البطولة اللي كنا. Todos queríamos ser héroes. وكلنا كنا مبسوطين وكلنا كنا أبطال. Todos queríamos tener nuestra parte de éxito. وكلنا كنا عاوزين نشارك في النجاح ده. Y ante un resultado así todos tenemos nuestra parte de culpa. وقدام النتيجة بتاعت المباراة. A mí como entrenador. مسؤولين برضه فيها. A mí como entrenador. وبالنسبة لي كمدرب. Me corresponde venir aquí. مطلوب مني إن أنا أجي هنا. Y dar la cara en nombre del equipo. وإن أنا أواجهكم باسم النادي. Yo evidentemente me siento
parte responsable de la derrota de hoy. Y viendo el partido y viendo el resultado, está claro que mis decisiones tampoco han sido acertadas. Y repito que si hemos perdido un partido como este, que acepto todas vuestras críticas, porque el partido de hoy es inaceptable. Y lo que se trata es de que todos los componentes del equipo sepamos asumir nuestra responsabilidad y sepamos reaccionar como hombres en una situación como esta. Una pregunta para el patrón de Zamalek. Es la victoria hoy con muchos goles moralmente. في البداية الله يبارك فيك، الحمد لله، وقلت مبروك طبعا للنادي الاتحاد، وهارد لك للنادي الاهلي الكبير، النادي الاهلي كبير يعني ما يتأثرش بهزيمه. انا عايز اقول ان اولا احنا بنلعب بسيستم واحد، حتى بعد ما جبنا الجون الاولاني والجون الثاني حتى لاخر الماتش احنا بنلعب بنظام واحد من اول الماتش، من قبل ما اجيب الجون الاولاني، وحتى الهدف الاولاني ما جاش بالصدفه، يعني يمكن في شبيه، حتى يمكن لعبنا ماتش الجيش الجون والهدف الثاني نجيب نفس الطريقه، يمكن الاهداف اللي جت النهارده فيها كوره، فيها شغل، وفي نفس الوقت في كور، في جون من الاجوان كور ثابته يعني جه من كورنر، فالاجوان اللي جت متنوعه، وطبعا اكيد الاجوان بتيجي من اخطاء، وفي نفس الوقت المنافس في اخطاء، لكن احنا في نفس الوقت بننفذ شغلنا احنا، فاكيد لو انت على طول الوقت في اخطاء وانت ما بتستغلش اخطاء يبقى انت بتلعب بالصدفه، لكن انت بتلعب مش على اخطاء الخصم، انت بتلعب شغلك انت، وفي نفس الوقت بتوصل لمرحله ان انت ممكن تستغل الاخطاء اللي موجوده، وفي نفس الوقت الميزات اللي عندك او التمركز والنظام اللي احنا شغالين بيه. لان لو حضرتك رجعت بالمباريات اللي فاتت، مش اول ماتش الجيش بس، هتلاقي السيناريو بتاع النهارده هو نفس السيناريو، جزء منه تكمله منه الجيش، فبالتالي الاداء ما كانش نتيجه اخطاء بس فقط في المنافس، خاصه المنافس على اعلى مستوى من اللعيبه اللي موجوده، لكن احنا اشتغلنا شغلنا، وده اللي انا وصلته للعيبه، احنا عايزين ننفذ احنا شغلنا. لو نسينا قيمه المنافس زي النادي الاهلي، هنشتغل شغلنا احنا بالاحترام اللي احنا مدينه لهم، لكن في نفس الوقت بشغلنا اللي احنا عايزين ننفذه، ده اللي احنا اشتغلنا عليه. لكن ما فيش الحته الدفاعيه اللي حضرتك بتتكلم عليها، هي سيستم او تمركز لعيبه وسيستم فريق احنا لعبنا بيه، فما غيرتش فيه في الاول ولا في الاخر، وحتى تغييراتي كلها اللي كانت موجوده ما لجأتش لناحيه دفاعيه. لو النهارده حضرتك تشوف النهارده فيليكس نزل، اكرم راس حربه لاعب ناشئ واكرم راس حربه، التغييره الثانيه كان هاني سعيد، نتيجه ان بيسو اللي هو لعيب من الناشئين ادى اداء اكتر من بذل مجهود كبير، فبالتالي نزلنا لعيب من الخبرات اللي موجوده هاني سعيد. لكن التغييرين من الثلاثه الاثنين في اثنين مهاجمين، لان انا بلعب على نظام معين، وحتى التغييره من التغييرات طبعا بعد توفيق ربنا فيليكس نزل بنفس الطريقه وجاب جون بنفس الشغل اللي احنا جبناه من الهدفين الاولانيين. وبعدين الهدف الاولاني اللي جه بدري اعتقد ان احنا وفقنا فيه ان هم نفذوا واستغلنا الهجمه المرتده اللي احنا اشتغلناها، واتلعبت بالعرض جه جون بشكل مش بالصدفه. نهينا الجون الثاني، نهينا الشوط الاولاني بالهدف الثاني بنفس الطريقه من ناحيه الشمال عن طريق محمد حمدي. اذا يعني الحته الدفاعيه دي هي فيها حاجه اسمها تمركز في زون معين من جزء من الملعب،
لكن ما بتبقاش حته دفاعيه، لا اسمها في تمركز وفي التزام، وتنطلق من الالتزام والتمركز ده للحته الايجابيه اللي انت عايز تشتغلها في المنافس. لكن زي ما بقول النادي الاهلي وارد الخساره لاي فريق في العالم. النهارده مانشستر يونايتد خسر 9 ماتشات في اول الدوري ودلوقتي بينافس على بطوله الدوري الانجليزي، فانا مش ببرر المنافس، لكن انا بقول للنادي الاهلي، النادي الاهلي كبير زي نادي الزمالك، كل الانديه وارد الخساره، لكن النهارده مش عايز اقلل من، مش عايزين نقلل من نادي الاتحاد ومجهود لعيبه نادي الاتحاد. واللي الناس عارفاها يمكن الفتره اللي فاتت كلنا احنا كنا بنحاول نعمل نجيب لاعبين بقدر الامكان، لان احنا كلنا شغالين في الفريق كله بالليجوان حوالي 20 لعيب، 20 لعيب فيهم 5-6 ناشئين. فنادي الاتحاد بيلعب بسيستم معين بغض النظر عن الامكانيات اللعيبه اللي موجوده والخبرات اللي موجوده او اللاعبين الصغيرين اللي موجودين. فمش معنى ان احنا كسبنا النهارده ان احنا احسن فريق في الدنيا، لا، احنا اجتهدنا زي ما اجتهدنا في الماتشات اللي فاتت وربنا وفقنا النهارده. واتمنى ان نفكر في المباراه اللي جايه ان شاء الله واللعيبه تكون مركزه. اللعيبه اداء اي مدرب لو نفذوا الشغل اللي انت بتفكر فيه هينجح المدرب وينجح المكان. سؤال كابتن حسام ايضا، اتفضل. الله يبارك فيك. حسام الاهلي بدا يعني فريق الاهلي ساعدتك النهارده سواء من ناحيه الخطه او من ناحيه المدافع او من ناحيه التشكيل، يعني النهارده فهل ده ساعد حضرتك في الاتراك من ناحيه المشروع؟ دي حاجه، وتاني حاجه الاولى دي حاجه بالنسبه احنا مش استغلينا ان هم الاطراف ان هم ما بيلعبوش في مكانه، بالعكس هو الشريف عبد الفضيل بقاله فتره طويله بيلعب باك رايت على فترات طويله وماتشات كبيره. اللاعب الناشئ لؤي اعتقد يعني واضح ان هو لعب في الحته دي وحافظها وبيلعب رجل الشمال، لكن في بدايه المباراه كان في خطوره علينا من شريف ومن لؤي بيزيدوا مع وليد سليمان او مع تريزيجيه من الناحيه الثانيه. فبالتالي كان في اداء، لكن احنا قفلنا الحته اللي هي ممكن يبقى فيها خطوره من النادي الاهلي. دي اللي اشتغلنا عليها على فكره من قبل المباراه وما اعرفش مين. يعني انا ما كنتش اعرف ممكن حسين السيد عارف انه ممكن يلعب، انا اتفاجئت، مش اتفاجئت، انا عارف اني زي ما انا بشتغل على اللعيبه اللي عندي الامكانيات اللي عندي حسب الاصابات والايقافات، فاكيد مستر جريدو بيشتغل بنفس الطريقه مجهز البدايل، لكن لو حسين كان بيلعب بنفس الطريقه او باسم كان موجود كنا هنلعب بنفس الشغل بنفس النظام. انت عايز تقفل وتشتغل في زون معين على اساس ان انت تبني هجمه. على فكره انت وارد ان انت ممكن تشتغل بطريقه دفاعيه لكن ما عندكش خطه ثانيه، يعني ممكن سهل جدا ان انت، وعلى فكره وبالسهل برضو ان انت تعمل تمركز للعيبه بتاعتك، ومستر جريدو يعلم تمام وانت حضراتكم ان الصعب ان انت تبقى في تمركز بوعي عشان الخطوه الثانيه ان انت تقدر تستغل النقط المساحات اللي موجوده في المنافس. فانت بالتالي قفلت كويس عشان تقدر تستغل النقط اللي هي اتثابت من خلال الديفنس او نص ملعب النادي الاهلي، فدي اشتغلنا عليها بسرعات. ومع ذلك اللاعبين كمان كانوا عندي يعني الله يكون في عونهم طبعا بيلعبوا معانا فريق كبير، وكان في اكيد في خضه، والدليل ان في فرص كتير جات لنا في الشوط الاولاني والثاني، يعني كانوا ممكن يبقى في اهداف ازيد في وقت من الاوقات لو اللعيبه الخبرات، يعني محمد حمدي ده لعيب صغير وبيس والمحترفين اللي موجودين مش المحترفين اللي انت يعني جم مصر جداد بيحاولوا يثبتوا نفسهم. لكن عايز اقول السؤال اللي حضرتك قلته الثاني، في مصر ما تفكرش ان انت تروح مكان مش ان انت تاخد حقك بطريقه فير. فانا كل اللي انا اقوله والناس الكبار اللي لعبوا كره هنا موجودين بما فيهم الكابتن علاء عبد الصادق، ان احنا انت كل اللي عليك ان انت تجتهد وتأدي وتفضل تجتهد وتأدي، لكن ان انت تكون في مكانه معينه عليها ليها نقاط معينه في مصر مش هنقدر نعملها. لكن انا ما بفكرش في الموضوع خالص، واتمنى بعد من المرحله دي اكون خارج مصر في مكان تاني ان شاء الله. لكن انا يشرفني ان اكون لو منتخب مصر كان محتاج، لكن ما بفكرش فيها خالص لان التفكير فيها صعب في مصر، لان لو انت عندك تاريخ صغير من حقك
وانت بتجتهد ان انت تجيلك، لكن انت بيكون عندك تاريخ معين وبتجتهد فيه ومكمل فيه سواء كنت لاعب او بتدرب وانت مش مطلوب او مش مقبول، فانت ما عليك غير ان انت تجتهد في شغلي. وانا مركز مع النادي اللي موجود فيه نادي الاتحاد، ومركز مع اي نادي بعد كده او اي مكان خارج مصر او داخل مصر، لان انا عارف ان الامور مش لسه في مصر مش فير. اتفضل. سؤال لمين؟ النادي الاهلي؟ اتفضل. نعم. لسه سؤال. السؤال الثالث. ده اخر سؤال للنادي الاهلي. لا اوتيما برونتا. هم ثلاثة وثلاثة. اتفضل. Vamos a dejar de lado al Barcelona Garrido por su resultado difícil. El Ale ha jugado 11 partidos, ha perdido 12 puntos. ¿Cree que el Ale puede continuar y seguir disputando la Liga o habrá dificultad de seguir siendo campeones de la Liga? Yo creo que podemos ser campeones de Liga, claro. أعتقد que احنا فعلا قادرين ان احنا نكون ابطال الدوري. Yo creo que hasta ahora lo que en la liga evidentemente el haber estado jugando la Copa Confederaciones con ان احنا لعبنا مباريات اللي هي البطوله الكونفدراليه tener menos partidos que los rivales ده خلانا ان احنا نلعب مباريات اقل من بقيه الفرق desviar la atención وخلانا احنا تركيزنا يكون مشتت. Pero la liga es muy larga. لكن المشوار الدوري طويل. Yo creo que ahora mismo lo que debemos hacer es analizar lo que hemos hecho hoy. واعتقد حاليا المطلوب منا ان احنا نحلل اللي عملناه النهارده. Que evidentemente ha estado muy mal. طبعا كان شيء مش كويس خالص. Independientemente de quién ha jugado o quién no ha jugado. بصرف النظر عن مين اللعب ومين ما لعبش. Se trata ahora de decir las bajas que hemos tenido y que por eso no hemos jugado bien. فمطلوب ان احنا نقول التوقفات اللي عندنا والغيابات اللاعبين اللي عندنا عشان كده احنا ما لعبناش كويس. Los que tenemos لان في النهايه اللعيبه الموجوده عندنا حاليا todos pueden jugar mucho mejor de lo que lo han hecho hoy. كلهم المفروض كانوا يلعبوا بشكل احسن بكتير من الدمو النهارده. Evidentemente asumiendo y aceptando وبالطبع يعني ان احنا نقبل الوضع ده ونتحمله. Los dolidos y con la rabia que debemos tener hoy. وان احنا فعلا عندنا حزن وعندنا غضب النهارده. Lo único que debemos hacer es trabajar mañana. فالمطلوب مننا دلوقتي ان احنا ابتداء من بكره ان احنا نشتغل. Y que todos después de un partido como este. وان كلنا بعد مباراه زي مباراه النهارده. Reaccionemos. يكون عندنا رد فعل. En los próximos partidos de liga. ان ومن خلال نكون في المباريات اللي جايه في الدوري. Tenemos muchos puntos. ان احنا نكسب النقط كلها. Cuando nos pongamos al mismo número de partidos. ولما نكون فعلا عندنا لعبنا نفس عدد المباريات زي بقيه الفرق. Recuperemos posiciones. ان احنا نستعيد مركزنا الطبيعي. Que lo por supuesto que tenemos muchos partidos por delante para ser campeones. وبالطبع لسه ما زال مسار الدوري طويل وهنكون ابطال الدوري. السؤال الأخير لكابتن حسام. Para le felicitamos la victoria y este gran resultado teniendo pocas capacidades para sus jugadores. انا هرد سؤال حضرتك وسؤال الكابتن النهائي. اخر سؤال كابتن تلحق. اخر سؤال خلاص يا جماعه. اتفضل. بالنسبه للفرص اللي جت انا او حضرتك بتقول زود يعني اولا النتيجه كانت تعتبر في صالحنا ونتيجه بالنسبه للنادي الاهلي زي النادي الاهلي نتيجه كبيره. الفرص اللي جت لنا قبل الاجوان وبعد الاجوان واثناء الاجوان فرص كتير ويمكن انا كمدير فني ان انا بحاول ان انت بتزود طول الوقت وانت شايفني ان انا بحاول ان احنا نستغل الكور اللي هي المرتده واديك شايف التغييرات زي ما قلت حضرتك انا نزلت اثنين مهاجمين اكرم وفيليكس
يعني ما غيرتش تغييرات كلها دفاعيه، بالعكس التغييرات اللي هي تدل ان انت عايز، يعني انا شغلي يمكن حضرتك لو تابعني ان انا من ساعه ما دربت انا بشتغل شغل فيه مش ان انا بهاجم وخلاص، في توازن وفيه قدره هجوميه موجوده، فبالتالي الفرص دي اللعيبه اللي موجوده الله يكون في عونها ان هم بيلعبوا قدام النادي الاهلي، وفي طبعا في خوف وخبرات قليله، خلي بالك من الناشئين اللعيبه اللي موجوده عندي، زائد زي ما قلت انت قلت من البدايه ان انا امكانياتي الفرديه او اللاعبين اللي موجودين اقل من يعني في ظروف النادي الاتحاد كانت صعبه مع فريق زي كبير زي النادي الاهلي. بالنسبه للمباريات اللي جايه انا عشان برضه حضراتكم تبقى عارفين، انا من اول ما جيت نادي الاتحاد واحنا بنحاول نحسن في ظل الظروف الامكانيات اللاعبين اللي موجوده المحدوده مع الايقافات مع الاصابات مع عاد في مراكز معينه محتاجينها. انا في وجهه نظري والكلام اللي اتكلمنا مع المجلس الاداره والكلام واضح، انا اتمنى ان نادي الاتحاد يبقى في الدوري السنه دي، ودي حقيقه لاني انا عارف الدوري قوي والدوري طويل سواء اللي بينافس فوق او الناس اللي بتشتغل تحت اللي ممكن يبقى فيه يتعرضوا للهبوط. الدوري طويل وصعب جدا، والنهارده المباراه اللي جايه ما تعرفش فيها ايه لينا ولا لغيرنا، يعني انت وانت بتلعب في ملعبك ما تضمنش حاجه. المباريات اللي جايه صعبه للجميع والامثله كتير، لكن كل اللي اتمناه من ربنا ان اللاعبين زي ما انا بنسب لهم هم الفوز بعد ربنا، اللاعبين هم ادائهم وتركيزهم وحماسهم انا بشكرهم عليه، اتمنى ان هم يفضلوا بنفس الاصرار ونفس الحماسه ان هم يعني نادي الاتحاد يكون في موجود في الدوري الممتاز المصري ان شاء الله السنه الجايه، هو ده هدفي. وبعد الاحداث بعد ان انا تولي المهمه في ظروف صعبه نادي الاتحاد وكل اللاعبين الموجودين، انا طموحي وهدفي ان نادي الاتحاد يبقى في الدوري، ودي كلام واضح ومجلس الاداره يعلم ذلك، فلكن ما فيش حاجه مطلوبه مني اكتر من كده، لكن اتمنى ان اللاعبين ان هم يكونوا على اصرارهم ويكونوا على طموحاتهم ان هم يؤدوا اداء في المباراه اللي جايه، رغم ان الدوري تاني غير مضمون، اي فريق بيلعب اي فرقه حتى لو كسبان ولا بكره النادي الاهلي مش ضامن، النادي الزمالك نادي الاتحاد نادي الاسماعيلي، النهارده الاسماعيلي بيخسر ممكن يكسب في الماتش اللي جاي اللي جونا يعني، فالدوري السنه دي صعب صعب جدا، صعب ان انت تتوقع النتيجه. شكرا شكرا. سمعنا تصريحات الكابتن حسام حسن مدير الفني نادي الاتحاد بعد الفوز الكبير للاتحاد على الاهلي 4-1، سمعنا تصريحات خوان كارلوس جاريدو، يعني بصراحه تصريحات بشكل عام يعني ما فيش حاجه استفدنا منها من تصريحات جاريدو، ما قالش حاجه، قال ان هو بيتحمل المسؤوليه وكلام يعني كلام عادي، ما فيش حاجه يعني تبين ان النهارده ايه اللي حصل في النادي الاهلي يا كابتن وليد. مبدئيا الف مليون مبروك لنادي الاتحاد، جماهير ومجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين يعني بيسطروا تاريخ، مبروك الكابتن حسام حسن. أنا حاسس إن لسان الكابتن حسام حسن بيقول لمستر جاريدو يعني مش كنت تبقى كده في ماتش الأهلي والزمالك في السوبر، كان يبقى كنت زمانك معدي مع نادي الزمالك، لكن ربنا شالها له لفوز تاريخي على النادي الأهلي في استاد القاهرة. مبروك للاتحاد، يعني الاتحاد سيد البلد زي ما بيقولوا، الجماهير هتلاقيها فرحانة بشكل كبير جدا. هارد لك النادي الأهلي. عايز أقول حاجة بس، أنا مش هلوم اللعيبة النهاردة يعني النهاردة اللاعبين أديهم نسبة يعني ما تزيدش عن 20 أو 30% تحمل المسؤولية، لكن هدي نسبة 80% لمستر جاريدو والجهاز الفني طبعا. ليه؟ أنا هاخد من كلامه في المؤتمر الصحفي، أول مرة أحسه إن هو حاسس انه عمل حاجه غلط، يعني هو نفسه في تصريحاته انا مسؤول، احنا مسؤولين، احنا لعبنا بدون اي تنظيم. لعبنا بدون اي تنظيم، دي مين اللي هيلام عليها؟ مدرب. فبالتالي احنا قلنا وكان كلامنا مركز جدا الحمد لله قبل المباراه، وقلت لك والكابتن علاء والكابتن نادر اتفقنا كلنا ان تغيير 6 لاعبين في تيم النادي الاهلي دي مسألة صعبة جدا، وصعبة جدا انها تكون كل مرة، واتفقنا كمان من الاستوديو اللي فات ان انت لو عايز تغير الطريقة ما تغيرش الطريقة والافراد، غير حاجة واحدة بس، يعني تغير الطريقة مع تثبيت الافراد، لكن هتغير الطريقة والافراد وانت سألتني سؤال محدد وانا رديت عليك قلت لك
مهم جدا حسب ما المدير الفني محضر فرقته. انا النهارده بلعب باربعه سرد باكات في خط الدفاع، تمام؟ طب انا محضر السته اللي قدام على اي اساس؟ هل الناس دي متمرنه على الاختراق ولا لا؟ النهارده بقى الاهلي يعمل تمثال لحسام عاشور، يعني النهارده نص ملعب النادي الاهلي تحس حسام عاشور مش موجود، الدنيا مفتوحه وتحس ان في معككه في اللعب. يعني عندنا حالات، انا عندي 7 8 10 حالات حتى ابتديهم من الدقيقه 7، يعني من اول الدقائق اللي في المباراه تحس ان النادي الاهلي مش عارف هو عايز يعمل ايه. يعني تحركات وليد سليمان دي الحاله الاولانيه، بص كره هتروح ناحيه اليمين هيقطع وليد سليمان وياخدها هنا، تمام؟ بص وليد مش عارف يعمل ايه، فرجع لشريف، بص بقى المنظر، بص ايه ده بقى، ايه ده، مفيش حد محضر حاجه. عماد متعب نازل يستلم، مفيش حد بيقطع من وراه، مفيش ربط ما بين الباك رايت اللي هو شريف عبد الفضيل وبين الناس الثانيه. ففي حالات كتير جدا توضح لك ان النادي الاهلي اكنه مش موجود. دي برده اوقف برده هنا بص، النادي الاتحاد كان غلطان غلطه كبيره في اللي ورا الباكين، المفروض لو باسم علي في دي كان ياخدها انفراد، لكن كمل بقى، بص برده شريف خدها، بص من على العالي، كلام برده ايه، مش اكن فرقه النادي الاهلي النهارده مش محضره هي هتلعب ازاي. دي نقطه غايه في الاهميه، عشان كده يتحمل مستر جريدو والجهاز الفني دي برده انا طالبها. معقول يا جماعه يعني حارس مرمى بيشوط الكوره تروح انفراد؟ ده بيديك قمه التلويش، يعني قمه التلويش ما بين نص الملعب والسردباكات، الناس كلها واقفه غلط، كله واقف على كعابه، المفروض الكره ما تنطش كمان، الاربعه واقفين بس واقفين غلط. على فكره الكره اللي انت قلت شو، بص اللي هي محمد حمدي وخدها من ورا الديفنس، نفس الموضوع. طب انت النهارده لما انت حاسس ان نجيب مش مكتمل الشفاء ولعبته الماتش اللي فات ربع ساعه وقلت عليه مش كويس، طب وابتدي بيه ليه؟ اما انا سعد سمير قاعد وسليم وجاهز والشوط الثاني كلها زباله، نجيب الكره دي اللي قعدت من فوقيها. طبعا. طب ده سوء تقدير، كان المفروض الكره دي ياخدها قبل ما تنط، هو واقف غلط اصلا. يعني الوقفه ما تبقاش على كعابك وتبقى مقدر صح، ويبقى في واحد قدام واحد. يعني سردباك ورا سردباك بيرضتين ثلاثه، عشان لو الاولاني قلش الثاني ايه يامنه، لكن الاربعه واقفين مسطره على خط واحد واي كوره وراهم رايحه اجوان. يعني مساله، بص ده الاتحاد مضيع مثلا 3 4 كور غير الاجوان اللي دخل. خد بالك احنا كنا بنتريق على موزمبيق ولما جبنا جون من كده من ضربه المرمى، شريف اكرامي حطها الكوره راحت ورا الديفنس، محمد صلاح سندها جون. يعني الراجل ده لو سند صح جون. فبالتالي دي اخطاء فرق يعني ساذجه. انا حسيت ان الشوط الاول انا بتفرج على مباراه في الناشئين، يعني جري 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 ومفيش حد محضر حاجه ومفيش حد عامل حاجه، فبالتالي اللعب على الكيف. النهارده النادي الاهلي في حاله سيئه جدا، بس انا بص المنظر دي برضو حاله انا طالبها، ينفع خسارة ان مفيش كادر مفتوح، لكن لو اتردت من الاول هتلاقي 2-1 من نص الملعب. فيحسب للكابتن حسام ان هو لعب بشكل اهي، بص اما هتترد هتحس ان مفيش فرقه للنادي الاهلي. بص بس ايوه، برافو عليك برافو عليك، هايل يا بيون، اوف كده، ده منظر فرقه كبيره وكوره ثابته ليها هي. انت قلتوا حاجه مهمه جدا النهارده قبل المباراه على موضوع حسام عاشور، قلت ولا واحد من لعيبه نص الملعب هاف ديفندر يلم ورا الناس. انا قلت لك كده، النادي الاهلي كله ما فيهوش هاف ديفندر بالظبط، ديفندر صريح، حتى حسام غالي من نوعيه اللعيبه اللي ما بتثبتش، بيهاجم وطول المباراه احنا شايفينه ان هو على طول طالع لقدام وعايز يباصي لقدام، مفيش تمركز في قلب نص الملعب. ولا رزق الله يكون في عونه، بس انا بحمل مستر جريدو والجهاز الفني فكره ان انا الكلام ده لو انا بقى مثبت طريقه. بس اقول لك حاجه بيني وبينك برضو عشان نبقى صراحه على الهواء، يعني مع احترامي للراجل، ما فيش بيني وبينك بقى، مش بيني وبينك انا كده عم سامعين، يعني ما اعتقدش ان كابتن احمد ايوب وكابتن علي ماهر موافقين على التغييرات الكتير اللي في الدفاع. ماشي ماليش دعوه، انا بص انت دايما انت بتشيل الجهاز كله، لازم تتعود على حاجه. بس لو هو خد راي او مشي وخد وكان في ديمقراطيه وخد راي احمد ايوب وعلي ماهر، لو يمكن هيعمل الطريقه دي او التشكيل ده كلام جميل. واحنا اتفقنا كابتن كريم من الاول ان انت لما تثبت طريقه
وتغير الافراد انا اتفق معاك. حتى احنا كنا مختلفين في الاول، فاكر في اول مباراه في مباراه السوبر لما انت قلت لي ازاي صلاح الدين سعيد هينزل ويغطي وبينزل مع حازم امام لل18، قلت لك ايه ما فيهاش مشكله لو هو دي الطريقه اللي هو مقتنع بيها بس يثبتها. بس عايز اقول لك حاجه بقى، اتفضل. يعني بيني وبينك برضه كابتن علامه يوم المره اللي فاتت في الماتش بتاعت دجله لما انتوا اختلفتوا مع بعض كان هو معترض على الطريقه والتغييرات اللاعبين. ايوه ما هو واختلفتوا انتوا في كذا حاجه. كان الكلام ده كان مؤشر، احنا ما كناش واخدين بالنا منه، وشفنا النهارده الانهيار الكامل. يعني عارف كانت تحس ايه ان بقاله ماتشين بيعمل حاجات غريبه. بص يا كابتن كريم، يعني احنا قلنا جريده ايه لما يكون مع اللعيبه كلها بتاعت القايمه المحليه والقايمه الافريقيه هيبقى عنده الملكه اللي هو ينوع ويقدر يحط التشكيل بقى. هي خلاص ما عندوش عدد قليل، عنده عدد كتير. لا ده لما العدد بقى كتير لوش والله باللغه بالبلدي كده. انا عليك انا ساعتها والله يا كابتن كريم لو تفتكر وقلت لك في مدربين ما بيعرفوش يلعبوا غير بورق قليل، يكون عندهم عدد قليل، لما العدد بيكتر الدنيا بتسيح منهم. وانا قلت لك كده امكانيات مدرب بقى، بس كان دايما هو مبرراته ايه يا كابتن حتى وهو بيكسب البطولات كان مبرراته ايه؟ انا معيش لعيبه، انا ما عنديش قايمه المحليه ما بتلعبش معايا. فلما دلوقتي جات له الفرصه لا ده الشكل وحش بالنسبه للنادي الاهلي. طب انا هقول لك ماتش وادي دجله وماتش النهارده بعد ماتش افريقيا وليد قلنا ايه؟ قلنا كده خلاص اللعيبه كلها رجعت القايمه صح وكل المصابين كويس، يبقى انت عندك امكانيات عندك قباشه كبيره بالظبط بقى اعمل اللي انت عايزه. بس طبعا هو عمل حاجه خطيره جدا. احنا بس عشان نتكلم كلام ثابت عشان الساده المشاهدين يستفيدوا. تمام. الكلام ثابت في الكوره، انت حاجه من اتنين، يا اما بتلعب بطريقه بتثبتها وتغير الافراد على حسب مستواهم بينزل ويطلع، على حسب الاصابات اللي عندك، على حسب الغيابات اللي عندك، ادي حاجه. الحاجه الثانيه يا اما انت بتلعب بكذا طريقه بس تبقى محضر اللاعبين ليها. طيب في ابسط من كده، كلام سهل وبسيط. بمعنى ايه؟ انا النهارده بلعب 4-2-3-1 تمام، وانا مثلا جات لي ظروف معينه الباكين الاساسيين عندي اتصابوا فبغير بص الطريقه. بص برضه الكره دي يا كابتن ولا كلها من قلب يا كريم؟ هاتم الاول، هاتم الاول اوريها لك. كلها من القلب، كله من القلب. ايوه برافو عليك، كله من القلب، برافو عليك. بس بص جنب واحد في النص، بص لا بص وقفه اللعيبه غلط. واحد نجيب بيرجع بجنب والناس الثانيه كلها كعوبه على رجليه، فالراجل ده لو خد خطوتين سبرنت ضرب الخط كله بقى اسمهم شكلا واقفين. الاربعه موجودين، شكرا 100 100. لكن دي ايه؟ انفراد. الراجل ده لو رقص هياخد بينالتي وطرد، لو حطها صح جون وخلاص، حط الثانيه اللي بعديها صح. فبالتالي التمركز، بص المنظر، ادي الجون هدف 100%. ما ده الجون ده. فبالتالي النادي الاهلي يا اما انت بتثبت طريقه وبتغير الافراد زي ما عمل بيحط عماد متعب راس حربه وصلاح الدين سعيد في ماتش الزمالك وينزل مع حازم امام، بعد كده غيره وبقى احمد عبد الظاهر، وحتى كان انت عندك اعتراض انه ينزل ناحيه اليمين او ينزل ناحيه الشمال. قلت فارق جوه على فكره وليد الجول الثالث برضه، بص ضربه ثابته من الحارس، بص الكارثه بقى الناحيه الثانيه. بص ايوه ما الكارثه في كلها مين يا تريزيجيه اما بيلعب باك رايت فينه؟ بص لؤي امتى فاكر حسام عاشور لما غطى في كوره زي دي؟ لما انا قلت لك بص حسام عاشور اهميته كانت فندر ان وليد. الحالات دي تلاقيه نزل سبرنت. وليد بص لؤي فين الباك ليفت؟ ممكن ارجعها تاني لو سمحت من فضلك من الاول تاني. بص لا بص لؤي فين يا وليد؟ بص النبي لا بص فين؟ بص فين هي الكوره عاليه كمان ضربه. يعني بص الكوره في الهواء، بص هو فين؟ هو تحت الكوره. هو بيلعب على التوقع يعني. أيوة الباك هو اللي هياخدها. بص الناحيه الشمال كمان، الناحيه موجوده اللي هي يمين الاهلي اللي هو كان غير وطلع شريف عبد الفضيل فخلاص فاضي ونزل رمضان صبحي فبقى تريزيجيه الباك رايت. طب انا النهارده تريزيجيه بقيت باك رايت. اعتقد رزق يا وليد هو ادى الرزق شويه باك رايت في بعض الاوقات ماشي يعني او يعني اعتقد في الاخر هو عايز يعني يلحق يجيب جونين عشان يتعادل. لكن انا في الحاله دي حتى لو رزق ولا تريزيجيه مش موجود، فين الديفندر؟ صح الديفندر. لا ما في مشكله يعني تاكيدا لكلام وليد هو بيتكلم فيه كريم، هو زي ما بقول في بدايه كلامي ان هو ابتدى طريقه غلط وابتدى تشكيل غلط وعمل تغييرات غلط، حتى التغييرات داخل الملعب برده غلط. لان هو راح سحب حسام غالي حطه في الـ ورا مع سعد سمير وحط رزق
مكان مكان شريف عبد الفضيل، فهو فضى نص الملعب تماما. يعني حتى عشان كده يمكن تاكيد اللي كلام وليد ان 1 2 يعني هو وحسام حسن الحقيقه تحسب له الكلام ده، لان هو بيلعب من اول الماتش بيضرب الخط الدفاع، خط الدفاع بتاع الاهلي. لا ودي طريقه حسام، دي طريقه كابتن حسام حسن، خلي بالك. ايوه ماشي. في الماتشين اللي فاتوا اللي قبل ماتش الاهلي، سيبك من ماتش النصر، النصر هو كان بيهاجم كابتن حسام في اسكندريه، ماتش المقاولين هنا في القاهره وماتش طلائع الجيش في القاهره بيلعب بنفس الطريقه دي. ده اللي انا بتكلم فيه بقى، بيقفل وبيلعب على سرعات اللعيبه. صح، ده اللي انا بتكلم فيه، ان حسام حسن قدر ان هو يحط التشكيل المناسب لقدرات اللعيبه بتاعته معايا، والطريقه المناسبه، والطريقه المناسبه. لو لعب مفتوح يخسر. برافو عليك كريم. في حاجه يعني زميلنا كلنا وصديقنا اشرف ممدوح، كابتن اشرف ممدوح في الكواليس قبل الاستوديو سال محمد ابو العيله سؤال مهم جدا، ان هو نادي الاتحاد او ابو العيله اللي كان بيقول له نادي الاتحاد كل المباريات اللي على ملعبه النتائج اللي بره احسن بكتير. فهم اتناقشوا في الجزئيه دي، عشان انت سالت سؤال قبل كده مهم جدا، ان الاتحاد لما بيلعب بره بيلعب زون ديفنس، بيلعب مقفول، فبيعرف امكانيات الفرقه دي، سرعات اكوري الراجل ده. بص دي كمان جون الاتحاد، يعني مع احترامي طبعا جمهور الاهلي ما يزعلش مني وكده، لا الاتحاد النهارده لو الكور دي جت نتيجه 7 8 وخد بالك، والاتحاد وحش، والاتحاد يعني مش وحش، يعني هو بيلعب بالطريقه دي. اقول لك على حاجه، هو بيلعب بالطريقه دي. ايوه بس احنا بنتكلم كوره، بنتكلم كوره. الشوط الاول كله وان سايد جيم، اصل هو الاتحاد من اول 3 دقايق حقق هدفه. بس في نقطه، الاتحاد كسبان من اول 3 دقايق. كابتن علاء انت شاركنا في الحديث، انت زعلان ولا ايه؟ محضر لكم، شكلك زعلان. انا بس عايز حاجه، كلام وليد صح، بس هو الماتش مش وان سايد جيم. لا طبعا هو بيلعب زون ديفنس، حسام حسن بيلعب زون ديفنس، وده مناسب زي ما بقول، بكرر كلامه، مناسب لقدرات الفريق، وبيعتمد على الهجمات المرتده من خلال محمد حمدي وبنزيما واكوري. هو محمد حمدي واكوري بس، 1 2 خلاص ضرب الخط الديفنس بتاع الاهلي، واتكررت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. انا قصدي اقول اداء الكوره نفسه لما بيكون علاء كمال موجود ومع عامر صبري وكان ابراهيم الشايب قبل كده، اداء الكوره بتاع نادي الاتحاد النهارده بيلعب على وتيره واحده، والكابتن حسام حسن قالها، قالك انا بلعب من اول دقيقه لاخر دقيقه بنفس السيستم، انا مقفل. ده جه في فترات المباراه بيلعب 5 5 5 قدامهم 5 ال 10 على ال 18 وبيلعب على الهجمه المرتده. كابتن علاء، لو المدرب النهارده اللي ماسك النادي الاهلي مصري كان ممكن يمشي بعد الماتش ده؟ مع النادي الاهلي لا، النادي الاهلي بس حصلت مع كابتن محمد يوسف، حصل اختلاف او تصريحاته ومشي. سيبك من تصريحاته واختلافاته، لكن بعد مباراه النادي الاهلي ما مشيش عمره مدرب. لكن هي خساره كلها، يعني كلها اخطاء مدرب، لكن هو حتى اتكلم وقال المسؤوليه مش مسؤوليه وكده، لكن هو لازم يعني يتحمل مسؤوليه كبيره. هو دايما بيقول احنا كل كلامنا في الاستوديو واضح يا كريم، لازم تثبيت فرقه، تثبيت طريقتك، لازم تعرف انت يعني وانت مش عارف تتمرن مين. انت بتمرن النادي الاهلي، انت المدير الفني النادي الاهلي، تعرف النادي الاهلي وامكانيات النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي طول عمرهم بيلعبوا ازاي على مر التاريخ والعصور. بما فيهم انا كمان لما احكم بنحب احنا وجي وليد وجي كل الناس دي، النادي الاهلي بيلعب دايما على مكسب، النادي الاهلي دايما محضر فرقته، النادي الاهلي دايما تشكيل ثابت، التغيير في اضيق الحدود. يعني انا برضو في سنة اختلاف، انا وجهه نظري إيه يعني النهارده طريقه اداء الاهلي تختلف عن ماتش وادي دجله؟ الشكل طبعًا، او الشكل، ما هو الشكل هو اربعه تختلف، الشكل اربعه تاني بس اربعه بمهام مختلفه. اربعه ثلاثه ثلاثه احنا قلنا هنغيرها بعد المباراه واتكلمنا واتفقنا على كده، 4 3 3 اللي فاتت دي فاشله، ما نفعتش. هو لعب 3 ولا 3 4 3 فاشل. النهارده لعب 4، لعب بقى 3، لعب 4 2، لعب 4 2 3 1 هي طريقه عاديه، 4 2 3 1 خلاص. اوكي، لكن طبعا التغييرات يا كريم، انت ما ينفعش تغلي طريقه بافرادها، ما ينفعش. الطريقه انا اللي بعرفه حاجه واحده، يعني الفرقه في اوروبا قبل الدوري ما يبدا كل مدير فني، واكيد نادرا ما هيوافقني الموضوع ده، كل مدير فني بيقول السنه دي هلعب بطريقه كذا 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 من قبل الدوري ما يبدا. طب اقول لك على حاجه كابتن علاء، معلش انا اسف، يعني اضافه بسيطه لكلامه هو يكمل كلامه، ده مش بيقول انا هلعب بطريقه، ده التشكيل بيكون معروف بالظبط. يعني هو لما بيجي بيتعاقد مش مع حارس يا كريم، ما بيتعاقد مع باك رايت او باك ليفت، هو بيتعاقد معاه هو نمره واحد نمره اثنين. ده زي الحراس كده، عندي واحد واثنين وثلاثة. بس النهارده في ظروف في الاهلي اللي باسم علي مش موجود. بص يا كريم، بس الغريب النهارده الراجل عمل كده، يعني لازم بس عشان نفهم الساده المشاهدين، الراجل عمل كده اول ما جه، هو اختار طريقه 4 2 3 1، وكان واحد من الثلاثه يضم راس حربه مع الراس حربه اللي موجود، يعني هو كان مثبت الطريقه. احنا بنقول ايه؟ انت ممكن تغير الطريقه في بعض الاوقات اللي انت مزنوق فيها، يعني عندك حالات معينه، انت عندك مثلا
الراسين حربة مثلا مصابين، حالات معينة للغيابات أو الإصابات أو الإيقافات أقدر أغير منها الطريقة. ودللنا على كده بحتى موقف الكابتن حسن شحاتة في مباراته مع الإسماعيلي، أنا عندي ثلاث أو أربع عناصر مؤثرين جدا مش موجودين، منهم السردباكين الأساسيين، غيرت طريقة. فبالتالي أنا خايف من إن لعب سردباكين لأول مرة فلعبت بثلاثة، يبقى أنا إيه زودت الناحية الدفاعية عشان عندي. بس الكلام ده أنا ما بغيرش الطريقة غير مرة مرتين في حالات معينة، عندي قوة للفريق المنافس، عندي ضعف للفريق المنافس. يعني وأنا بلعب مع الزمالك الكرة دي على فكرة فاول للأهلي من برة 18 وأنا بلعب مع الزمالك غير وأنا بلعب مثلا مع الأسيوطي مع كامل الاحترام. فأنا ممكن أغير التكتيك لكن مش عمال على بطال. وكمان قلنا لو غيرت التكتيك ما تغيرش كمان الافراد. هي الكارثه بقى في النادي الاهلي دلوقتي اللي احنا مش متعودين عليها على مدار سنين طويله قوي، هي فكره ان الاهلي نفسه بقى بيعمل روتيشن او تغيير بشكل مفزع. وانا حددتهم لك، حتى انا بص كاتبهم عندي من قبل المباراه، نجيب واحد، لؤي اثنين، حسام غالي ثلاثه، رزق اربعه، عبد الله السعيد خمسه، عماد متعب سته، كاتب ارقامه. قلت لك ست لاعبين متغيرين في التشكيل الاساسي. عارف في مشكله النهارده كمان، انا لما اتفرجت على الدكه النهارده عنده هو حسين السيد شكله كان متعور، حطه بس في المعسكر على اساس ان هو يلحق او ما يلحقش. صح. النهارده مخرج صابر رحيل. طب انا لاعب صابر رحيل باك ليفت، انا عندي صابر رحيل. طب انا الكلام ده انا قلت، والكلام ده قلت لو انت لو هو انت مش مقتنع على فكره. انا قلت الكلام ده في البرنامج قبل كده، ويمكن صابر رحيل زعل مني. صح. ان هو مش مقتنع بصبري او مش عاجبه اداء صبري. بص يا كريم، بس انت ما عندكش حساب انت لاعب باك ليفت، باك لو مش مقتنع لاعب موسى ايدان. انا قال الكلام ده، لو مش مقتنع بصبري رحيل يعني لعيب بيعملك كل مهامك خلاص، على الاقل يا سيدي الراجل حافظ مكانه وهيعرف يقف صح. انا الكره الهدف اللي جابه وليد، الكره في الهواء يا كريم، ولاي قبل راجل المهاجم قبله وهي في الهواء. ده الجول الاول، الجول ده الجول الثالث. الكره في الهواء. يعني انا جايب بص، انا جايب حالات هنا، انا عايز الدقيقه 3 الهدف و45 و46 و17 و42 كلهم اتحاد. اتفرج على الشكل العام كله بتاع النادي الاهلي. يعني سيبك، يعني احنا مش عايزين نبخس حق الاتحاد طبعا. حسام طلع في المؤتمر وقال انا بلعب بطريقه معينه، بلعب راجل امكانيات لعبتي بالظبط، الطريقه دي تناسب امكانيات لعبتي. وجميل، انا بحترمه جدا. هو فعلا برضه قال حاجه اللي هو الطريقه دي مكرره. بص كسب بيها. طيب بص ادي الهدف، بص وقف يا يونس سمحت، بص ثلاثه في الاول ده. بص المنظر كويس، بص الناس كلها نظرها فين كويس، بص الكره ما اتلعبت، كمل يا يوم كويس. المفروض شريف يبقى فين؟ يبقى شايف الراجل ده هو اللي قدامه. شريف على فكره واقف صح. لا شريف عبد الفضيل، لا مش واقف صح، لازم هو قدامك. خانته ان الكره خبطت في رجله. بص يا كريم، لازم ينزل تحت على الاقل. طب ما هو نازل تحت الراجل اهو، بس بجنب تحت. بص يبقى ليبرو كريم تحت اللي قدامه. بص يا كريم، بس عارف لو اتلعبت بالعرض وما لمستش لؤي شريف هياخد. كريم هقول لك حاجه، كريم انا بص يا كريم، هي ما خدت كريم. بص يا كريم، لازم هم مش لازم يبقى اثنين على نفس الجاريه كده بالجناب. شريف لازم يبقى خطوه وشايف الراجل، اي حاجه تحصل ظهره للملعب للجول بتاعه بالظبط. اي حاجه شريف لو واقف هنا، الوقفه انا بقول عليها سهل جدا يطلعها. كده واقف غلط، كده واقف غلط خلاص. انت فاهمني؟ متاخر عنهم، اولا متاخر، اولا عينيه على الكوره مش شايف الراجل المهاجم خلاص. كمل يا ابو سمحت. طبعا الحارس المرمى معانا نادر، ما اقدرش يعني نادر هو طبعا يتكلم في الموضوع ده خالص. كويس مصعد يسال. طبعا عايز دقيقه 45 و46 لو سمحت يا يوم. طبعا يسال، بس لما يجي فيها نادر. انا ما بقولش يسال او ما يسالش، انا بقول ازاي كان مركزه كان غلط. انا اقول ازاي ممكن يطلع. طب نرجع الكره اللي فاتت معلش تاني. رجع الهدف الاول. وبص الراجل معدي عادي جدا، بص الراجل هيعمل فين. لا لا ده تلا، بص فنت الناس كلها بتجري على الفاضي. بص يا كريم، في حاجه النهارده مش عارف، لقيت النادي الاهلي نازله مش مديه المباراه حقها، في حته استسهال. لعيب النادي الاهلي عم مش عارفه هتعمل ايه يا كابتن. بص دقيقه 45. بص دي بص بيرفع اوفر. بص الرد دي، بص المص، بس ارجع تاني يا بيوم اسمحت، تاني يا بيوم من فضلك. في اخر ارجع كمل. كمل بس، وقف اول ما يجري بعد ما ياخدها بس استلم. بص واقف هنا، بص كام واحد واقف هنا اسمحت، بص كام لعيب من الاتحاد يا كريم. هم الفرقه الاتحاد كلها، الفرقه الاتحاد كلها. ادي حسام بيلعب كده. حسام بيلعب كل نص الملعب، العشرة تلت الاخير، تلت الاخير قافلين 10 لعيبه قافلهم صح قوي. وساب مهاجم بيكمل. واحد بس بيكمل كويس. كمل بقى، كمل يا بيوم اسمحت. هي بعدها طول دي 46. كمل كمان من فضلك، بس دي مش الدي. كمل، انا عايز دي، انا عايز اكمل دي. كمل. بص المنظر. بص اتفضل.
كل بص مساحات فاضيه ما فيش حد ماسك حد خالص، ثلاثة واقفين بس كل واحد في مكان تاني خالص، يعني تحس كل عناصر النهارده اللعبه كل عناصر الدفاع النهارده في النادي الاهلي مش موجوده. بص المنظر ممكن اقفل بس لو سمحت، بص بص كم واحد واقف كويس، بص لعيبه الاتحاد فين يا كريم، كلهم يعني كله فاضي يعني حتى لو واحد عنده 90 سنه وجاله الكوره هنا هيستلم وعنده مساحه وعنده وقت وهيبدا يحرك الكوره عادي جدا. مفيش يعني ولا في تضييق مساحات ولا في رقابه، وبعدين المساحه كبيره قوي بين المدافعين، فين فين يعني قافلين ازاي على دول؟ بس طب هات لي الهدف لا عايز تقول ايه يا كابتن وليد؟ تفتكر قبل المباراه قلنا ان وانا قلتها لك انا ما بحبش في الكوره اللي هي من الدار للنار، فاكر؟ حتى انت قلت لي يعني ايه؟ قلت لك يعني واحد زي عبد الظاهر ما ينفعش يبقى لعيب اساسي جوه الفرقه اللي بعديه بره خالص، والمباراه اللي بعديها بره خالص، حتى ولا اصابه ولا اجهاد ولا اي حاجه خالص. فنفس الوضع عندك احمد عبد الظاهر، عندك صابر رحيل، عندك رمضان صبحي، عندك عدد كبير جدا من اللاعبين ممكن يبقى جوه السكور ويلاقي نفسه بره خالص. طب ما هو جوه السكور وبيلعب اساسي، طب حطه احتياطي. فمساله اللخبطه دي في مصر صعبه جدا 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 ان اللاعبين يتعودوا عليها، يعني مساله يستوعبوها ودي حصلت مع مصر المقاصه. أيوة واول ما استقر الفرقه عملت نتائج كويسه. انا عايز اضيف حاجه، يعني الحقيقه طبعا كل كلامنا على يعني او اخطاء الكلام على الاهلي، انما انا شايف ان الاتحاد الحقيقه مش بكلم على مجامله الاتحاد، هو يعني اداء ونتيجه كسب المباراه بنتيجه كبيره جدا. حسام حسن النهارده ادار الماتش بشكل كويس جدا، سواء كان بالتشكيل اللي حطه، سواء كان بطريقه اللعب اللي عملها، سواء كان بالتغييرات. يعني اكرم عبد الرب وكاتونجا كان لهم دور كبير جدا في المباراه، وكاتونجا قدر ان هو يجيب الهدف من الاهداف اول ما نزل بالذات اول ما نزل. فانا شايف ان الحقيقه ان كان موفق جدا جدا الجهاز الفني لنادي الاتحاد وكابتن حسام حسن في اداره المباراه وفي انه يلعب المباراه بانهي شكل بانهي طريقه. ولما جاب حتى الهدف الاول والهدف الثاني ما فتحش الخطوط وقال خلاص انا بقى ايه اهاجم عشان ازود النتيجه، بالعكس حتى احنا اتكلمنا وكنا بنقول ان بين الشوطين كان ممكن ينزل علاء كمال على اساس ان هو يقدر ان هو يستحوذ في نص الملعب، وفي نفس الوقت كمان يعتمد على الاختراقات بتاعت اكوري. فانا شايف ان حسام حسن الحقيقه ادار الماتش بشكل كويس جدا، لعيبه الاتحاد احترمت النادي الاهلي جدا من اول دقيقه لاخر دقيقه، من اول 0-0 لغايه 4-0 احترموا النادي الاهلي جدا وحافظوا على الدفاع، وفي نفس الوقت كمان ما كانش في اي فرصه لاختراقات العمق في نادي الاتحاد سواء كان من الجنب او من العمق. بص عايز حاجه؟ معايا كابتن محمد يوسف من العراق. من العراق. مدير الفني موجود. هو هنا في مصر. هنا. كابتن محمد ازيك؟ هنا كريم ازيك؟ انا مش في العراق انا في مصر. ما انا قالوا لي انت في مصر، انا فاكرك في العراق. اجازه كان في ماتش جامد جدا كان متعلق. بتلعب خماسي ولا ايه؟ بلعب خماسي. بتلعب خماسي ولا ايه يا كابتن محمد؟ ما انا خسرنا بقى نادر بقى، ما مش قادرين خلاص. الاوزان لازم تخف شويه. لا يا جواد انت جاهز وفت. عليك وبمسع كابتن علاء وكابتن وليد. الله يخليك يا زوب. مع انك مهاري يا محمد الخماسي ازاي بتخسر؟ مهاري جدا. بتقول ايه؟ مع انك مهاري في الخماسي بتخسر ازاي؟ الوزن يا كابتن، الوزن توصل لوزنك. اتفرجت على الاهلي النهارده كابتن محمد؟ اتفرجت والله. يعني مباراة يعني انت عارف طبعا بصرف النظر طبعا ان كلنا زعلانين لان النتيجة يعني النادي الاهلي ممكن يخسر واحد يتعادل، لكن طبعا يعني عايز اقول ان ممكن يكون خلينا نقول ان هم طالعين من بطولة كبيرة للكونفدرالية، ودي دايما او مش عايز اقول دايما بس في اوقات كتير ممكن بعد بطولة كبيرة ومجهود كبير واللعيبة تركيز وعالي وكده ممكن بيحصل يعني شوية ايه عارف فككان شوية تقول مثلا يعني بحب ولاد النادي الاهلي قوي لما يدافعوا ويجاملوا. لا بس بص محمد بكلمك. محمد انت معاك مدربين يعني معاك خلي بالك. بس النهارده هم اتكلموا بصراحه النهارده كابتن وليد وكابتن علاء وكابتن نادر. احنا عايزين نسالك يا محمد. انا عايز اسالك تحديدا، انت راجل مدير فني، يعني انا بشوفك ان انت راجل مدير فني كبير وامكانياتك كبيره جدا ما شاء الله في الناحيه التدريبيه والفنيه، بس عايز اسالك سؤال. انت راجل مدرب، هل انت بينفع انك تغير الطريقه مع تغيير الافراد بشكل كبير جدا؟ يعني انت النهارده لو انت متعود بتلعب 4-2-3-1
وجات لك ظروف معينه وعايز تغير الطريقه، هل ينفع بتغير الطريقه مع تغيير كل مباراه؟ يعني انت قصدك يا وليد طريقه وافراد كمان. هل ده وارد؟ انا اتكلمت فيها، انا قلت وجهه نظري الشخصيه بس ممكن تكون عارف برضو لان احنا في مصر ممكن ناخد الموضوع بقى ده ده كان موجود مثلا. لا لا قول لنا هذا جنرال كده، قول لنا. انا اكلمك بامانه، اولا انا يعني كنت متحفظ على تغيير الطريقه في ماتش وادي دجله لان انت هتلعب النادي الاهلي بيلعب كل اربع ايام نتيجه التاجيلات، فطبعا عشان العب بثلاثه او اغير الطريقه في ظرف ثلاث اربع ايام وقفل الاسبوع اللي قبل وادي دجله التدريبات عن الاعلاميين والصحفيين وكده عشان يغير الطريقه. تغيير الطريقه ليها شروط، اولا لما اكون ماشي ب 4 2 3 1 بقالي فتره ومدربين قبلي شغالين بنفس الطريقه وانا جيت اشتغلت بيها ونجحت معايا، خدت بيها كاس سوبر وخدت بيها كونفدراليه وماشي كويس في الدوري وكسبان بيها اخر ماتشين ثلاثه مع سموحه وثلاثه مع الحدود، ف مفيش اي سبب خالص ان انا اغير. ولو حبيت اغير الطريقه ليها شروط، يا اما توقف دوري فتره طويله، يا اما عشان الحق احفظ اللعيبه الطريقه دي ثاني واعمل عليها ماتش او ماتشين ودي وابدا اشتغل بالطريقه الجديده دي حاجه. رغم ان الطريقه العاديه اللي هو ماشي بيها طريقه كويسه جدا وبيكتب بيها وكل حاجه، طبعا زي ما بيقول وليد حته بقى تغيير الطريقه ومعاها الافراد كمان، فطبعا بتعمل يعني عايز اقول لك ايه يعني مضاعفات اكتر، بيبقى السلبيات عندك اكتر. النقطه الثانيه اللي انا حاسسها برضو من خلال الماتشين اللي انا تابعتهم ان اوحش حاجه في فريق كوره ان يا وليد ما يبقاش عارف مين الاساسي ومين الاحتياطي. أيوة. يعني انا محمد يوسف ولا وليد صلاح ولا زيد ولا عبيد ولا حسن ولا حسين، لازم كل واحد بيبقى عارف انا لعيب اساسي. صح. انا لعيب لا مش موجود، يعني فاهم قصدي؟ انما دلوقتي مثلا رمضان صبحي انا ما مش عارف هو اساسي في تيم النادي الاهلي ولا احتياطي في تيم وانا الاهلي. قلتها كمان يا كابتن محمد، هل هو اساسي ولا احتياطي؟ عماد متعب هل هو اساسي ولا بديل؟ مثلا صبر رحيل انا توقعت ان صبر رحيل النهارده يلعب لما يكون ما هي دي ما هو ده السؤال الثاني اللي انا عايز اقوله لك. فكره كمان ده السؤال الثاني اللي انا عايز اقوله لك، فكره ان لعيب بيبقى يعني من الدار للنار اللي هي فكره عبد الظاهر مثلا الراس حربه الاساسي للنادي الاهلي وفجاه المباراه اللي بعديها انه بره السكور خالص. نفس الوضع صبر رحيل بيلعب وفجاه انه بره السكور خالص. هل اللخبطه دي برضه بتعمل مشكله للعيبه في الملعب؟ طبعا بتعمل مشكله وبتعمل اولا عدم ثقه في النفس بالنسبه للعيب، لان اللعيبه وليد عارف اللعيب لو حس ان هو مش عايز اقول لك انه هيبقى اساسي على طول، لا ان هو اساسي طول ما هو كويس، بس مش معنى مثلا لعيب بيلعب كويس وشغال معايا وبعدين بيجي مثلا مباراه ما بيكونش كويس فيها او مش موفق فيها اجي الماتش اللي بعده اروح معاده، لا لازم اديله خلاص. صح. انا مقتنع بيه ومقتنع بامكانياته وشغال بيه فتره خلاص امشي بيه. يعني صبر رحيل انا ماشي بيه طول البطوله الكونفدراليه، لما جيت صف في الخلفيه وبتاع فلعبت بحسين السيد، طب النهارده حسين اتعور، الطبيعي ارجع لصبري تاني، ده عادي خالص يعني. فدخل بلؤي ولؤي اساسا مساك مش بكتب. بس احنا مش عايزين يعني انا مش عايز نتكلم بالتفصيل طبعا لان احنا بتوع كوره فطبعا هنقعد نفصص يعني، لكن انا عايز اقول ايه ان مهم قوي ان طبعا الجهاز المساعد مع مستر جريدو بيتكلم معاه ولازم يبقى فيه يعني عايز اقول لك ايه اخلاص في الاراء بتاعتهم ولازم يتكلموا معاه ولازم يطرحوا وجهه نظرهم. وعلى فكره هي الامور سهله على فكره، يعني النادي الاهلي شوف الناس ممكن تفاجئ بعد اربع ايام. الامور سهله، النادي الاهلي لعب 11 اسبوع وانت بتتكلم في 38 اسبوع فانت لسه الطريق طويل يعني. بس اهم حاجه ان يعني ايه يوفروا الوقت والتجارب للمستر جريدو، ممكن يكون هو في تطور بالنسبه له ان يجهز 18 19 لعيب بشكل كله ثابت يعني. يوسف بس انا عايز اسالك حاجه، يعني بما انك انت كنت موجود في الاهلي سواء كان مدرب او مدير فني مع المدربين مع كابتن حسام ومع مانويل جوزيه، انت شايف ان الاهلي غير طريقته في يعني مع فرق مختلفه؟ يعني احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده ان الاهلي بيلعب بطريقه معينه والفرق هي اللي بتغير دايما معاه، انما مش الاهلي اللي غير طريقته على حسب الفريق التاني. مع احترامنا انا فاهم قصدك طبعا في الدوري يا نادر، طبعا مع احترامي طبعا لفرق الدوري كلها طول عمرنا حتى واحنا وكابتن علاء مايوب كان موجود بنفرض اسلوبنا، ووليد عارف طبعا الكلام ده، بنفرض اسلوبنا بالزبط على اسلوب اي فرقه يعني او اي فرقه بتلعب النادي الاهلي جوه مصر
او حتى مباريات كتير في افريقيا هم اللي بيدوروا عليك، هم اللي بيحاولوا يعملوا الخطه بتاعتهم والطريقه بتاعتهم طبقا لشكلك وطبقا لاسلوبك وطبقا لمفاتيح لعبك. انا استغربت جدا ان احنا غيرنا او ان احنا يعني فكرنا قوي في وادي دجله. طبعا وادي دجله ماشي كويس، وطبعا مع كابتن احمد الصيد الصراحه بحييه، بصمته واضحه معاه قوي، بس طبعا برضو انت النادي الاهلي فما ينفعش اروح حاطط تلعب بثلاثه عشان هو عنده ستانلي وعنده دود الجباس مثلا، فانا حاطط ثلاثه ورا فخسرت. طبعا خسرت لعيبه، انا لعبت الثلاثه مساكين واللعيب دلوقتي بيفرق في فرقه الكوره، فحطيت ثلاثه يعتبر لعبت ثلاثه استوبارات في حين ان انا كفايه او اثنين استوبارات واحط بعد كده مفتيح لعب من الناحيه الشمال حسين وناحيه اثنين الناحيه الثانيه باسل باسم علي وابدا اشتغل. بس عموما تمام، يعني عايز اقول لك حاجه زي ما انت بتقول يا نادر مهم جدا، الا بقى في مباراه ايه يعني بتلعب مثلا فاينل افريقيا، بتلعب بتلعب مع الزمالك مثلا في بعض الاوقات، او لو عندي ظروف معينه كده يعني. تمام يا كابتن، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن محمد يوسف مدير الفني السابق للنادي الاهلي ومدير الفني الحالي للشرطه العراقي. الفرقه ما اتغيرش الفرقه الكبيره ما اتغيرش مكان، لا ما اتغيرش، ما ده اللي احنا طلعنا منه، ما ده اللي احنا قلنا يعني. انا عايز اقول لك حاجه بقى دلوقتي وانا بشوف التغييرات بتاعه الاهلي تلاقي ثلاثه من اللي اتغيروا في الدفاع، ايوه يعني محمد نجيب، شريف عبد الفضيل، شريف حازم، والثلاث تغييرات في الثلاثه في القلب. دلوقتي انا خسران 2-0 من الاتحاد السكندري وبين الشوطين، المفروض اعمل تغيير هجومي ولا تغيير دفاعي؟ المفروض ما تستناش بين الشوطين، ما هو نزل سعد سمير مكان محمد نجيب، هو ده تغيير دفاعي اساسا، يعني تغيير اصلاح دفاعي، اصلاح دفاعي كويس. هو المفروض انت دلوقتي انت خسران 2، انت بتدور تدافع ولا بتدور تظبط فرقتك وتزود شويه في الهجوم؟ بظبط وازود هجوم، انت مش الموضوع، مش الموضوع، مش او الاقي حلول اخترق بيها. الموضوع ممكن ما يبقاش من غير تغيير كمان يا كريم، ممكن انت تظبط فرقتك من غير ما تغير، يعني تظبط يعني حسام، بس هو شاف حاجة محمد نجيب وحش فعايز يخرجه خلاص. اوكي خرجت نجيب، لازم انت يعني عدم وجود عاشور عامل كارثه في النادي الاهلي من غير ديفندر، لازم لازم نسلم بكده كويس. لازم بين الشوطين انت راجل مدير فني التزام، رزق رزق اللي يقف، وسيب حسام لو عايز تقدم تقدم، حسام مش هيلتزم، حسام بيحب يلعب كوره خلاص. تريزيجيه، وليد، عبد الله السعيد، اولا النهارده مجهودهم كمجهود قليل يعني.